مكار اهو متقوم يا باصاله. خليه يقوم معاك. طيب خليه يدي ايدك، ادي ايدك، مدي له ايدك. استنى اطلع بره عشان الكاميرا. استنى مدفونه تحت، اكيد في ناس تانيه مدفونه تحت هنا. شايفين يا جدعان اهو مدفون اهو، دافنين نفسيهم ولا الله اعلم بيموتوا بعض ولا الله اعلم. ايه ده؟ فوق. صوروا صوروا صوروا. بقول لك ايه، دول معاك يا كوتا. هاتوا يا كوتا هنا، هاتوا هاتوا يا كوتا. طب يا جدعان النهارده ثاني فيديو في مغامره مستشفى المجانين. حرفيا احنا جايين النهارده ومش عارفين ايه اللي هيحصل. الحلقه اللي فاتت حصل فيها حاجات كتير جدا، احنا جينا واتضربنا واتبهدلنا، فرضيناش نمد ايدينا على حد منهم. النهارده جاي معايا زازال ورا الكاميرا، ومعايا شريف كوتا وابو اصاله والسلطان بونصير. النهارده يا جدعان جايين ويا عالم ايه اللي هيحصل، فبطلب من كل الناس اللي بتتفرج على الفيديو تعمل لايك وتشير في القناه لو هي مش مشتركه عشان يوصلها كل فيديو جديد بينزله. معرفش اللي هيحصل. طبعا معايا ورا الكاميرا رمضان زلزال. اخواتي احنا جايين النهارده عشان نساعد الناس دي، لو هم محتاجين اكل هنجيب لهم اكل، محتاجين شرب، محتاجين لبس، محتاجين فلوس، محتاجين اي حاجه احنا هنعملها لهم، حتى لو محتاجين يتعالجوا، حتى لو محتاجين نعمل خير يا جدعان وحياة ربنا. بس على شرط احنا بنطلع دلوقتي، بنطلع للدرج وبنتهان. يا عم بص، انت على حسب علمي ان الناس دي مجانين. انا بقى احنا ابو اصاله اتخنق امبارح الفيديو تمام، وكان هيموت. وانا على حسب علمي ان الناس دي مجانين، فانت المفروض انك تستحمله. أنا ليس على المريض حرجا، فهي دي ناس دي مريضه، فانت ما ينفعش تغلطه. انا لو ضربته بقلم او ضربه بقلم هيموتوا في ايدينا. بس انا مش عايز كده بقى، انا عايز نطلع نصوره نشوف هم محتاجين ايه بالظبط. طب نتكلم معاهم بالراحه، هنوصل للحل. طب بس عم. لما نتكلم بالراحه. طب احنا بص يا مكار اسمعني، مش عايزك تطلع تقل ادبك، لان دول ناس عيانين. وانت برضو انا بقول لك، بديك مثل، انا بديك مثل. خليك كويس يا ابو اصاله، دول عيانين واحنا المفروض نستحملهم. احنا اتضربنا، احنا مش احنا جدعان، وليس على المريض حرج. خلاص يا جدعان، خلاص يا جدعان، ان شاء الله هتتحل. طبعا طه السلطان هيديكم المقدمه بتاعت الفيديو بس بالايطالي. ايوه Buonasera a tutti ragazzi, allora siamo venuti qua, questo è un manicomio, ok? E ci sono tre matti lì sopra, vediamo quello che succede, va bene? Venite con noi. Yalla, let's go. Yalla, vi. طيب يا جدعان هوريكم البيت شكله عامل ازاي. حرفيا في شويه حاجات محدش يستوعبها، اللي هو اللي عايش هنا وبياكل وبيشرب، فالناس دي فعلا ممكن تكون مجانين. ده كله بني يا اسطى. استنى يا اسطى، استنى بص كده فوق، ده مبني بالفلاق. اللي في علمك الحاجات دي خطر يا مكار. طيب دلوقتي يا جدعان، هنوريكم شوت واثنين وثلاثه للمكان هنا عامل ازاي. تعالوا نشوف ايه يا عم ده. Speriamo che non cade niente. انا مستغرب الفلاق اللي فوق دي، انا مش فاهم يا ابني. ده ورق خشب ازاي في عليها حمل يا ابني؟ اصلا هي البيت ده قديم بقاله كتير قوي. ومبني بالطين يا هلا. طيب يا جدعان، زي ما شفتوا المناظر هنا يعني مناظر عاديه جدا، بس اكيد اللي عايش هنا وراه سر كبير جدا. تعالوا معايا. كل مكان بني وراح شريف بالراحه، كل مكان بني وراح. انا مش عارف، ما تزقش يا شريف. لا سلمة الكهرباء، سلمة you
في حد ولا لا؟ تعال يا جدعان، في بانيو واثنين وثلاثة واربعة في مكان زي كده. تعال ابو صالة خش هنا. تعال يا استاذ ورا. جدعان انا مش عايز اوريكم المنظر اللي هنا، المجانين بيعملوا حمام في المكان ده، يعني هم فاكرين ان ده حمام. تمام، الشباك ده بيودي فين؟ حيطه. يعني هنا في حيطه؟ يا نهار ابيض، امال الشباك ازاي ده؟ تعال بص يا جدعان، بص كده، بص. وفي شباك هنا تاني بس مش شباك، مسدود نص شباك. بص يا جماعه، صافي صافي وقع. طب تعال بس ندور في الدكان. انا صافي اوريك، مفيش حاجه، مفيش حد في الاوضه. مش انا شفت جوه، مفيش حد. في صوت يا اسطى، في صوت، في صوت، في صوت. والله العظيم انا سامع صوت برضه، وحاسس ان في صوت بره. تعال صوت حد، كحد مخنوق يا اسطى. خلي بالك الاسلوب دي لحد الكعب فيه. من تحت لسه النور. تعال يا اسطى صور يا اسطى، في صوت هنا. ايه ده؟ ده مردوم يا جدعان، ده مدفونيني يا جدع. اوعى بوصله كده، واعمل قدام الكاميرا، اعمل زوم كده. خش له كنت خش يا كنت، هات خش يا طه. يا ابني مش هينفع ادخل انا. في حد تحت رجلي والله. هم مدفونين تحتك يعني؟ بصاله انا عارف هم مدفونين. هم بيتروا نفسهم بنفسهم ولا ايه العطل ده؟ يا بصاله طب ما عنديش حاجه اعمل كده. لا البتاع بيبوظ الكاميرا، الله يخرب بيوت يا ابني. ده اهو مكار اهو، متقوم يا بصاله. خليهم معاك. طيب خليه يدي ايدك، ادي ايدك، مدي له ايدك. بس استنى اطلع بره عشان الكاميرا. في ناس ثانيه مدفونه تحت، اكيد في ناس ثانيه مدفونه تحت هنا. شايفين يا جدعان؟ اهو مدفون اهو، دافنين نفسيهم ولا الله اعلم، بيموتوا بعض ولا الله اعلم. ايه ده؟ فوق. صوروا. بقول لك ايه، دول معاك يا كوتا. هاتوا يا كوتا. يا اسطى بص يا ربع الكوره. طب هاتوا. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا يا كوتا. يا ناقص عبط يا عم مكر. قول يا كوتا، انت بتستعبط؟ انت عبيط يا كوتا ولا ايه؟ يا اسطى الواد تقيل قوي. ودوت رقبه. يا نهار ابيض. بتاع ده بيشوك يا اسطى. استنى جيبه، استنى زي ما انت ثبته، جيبه كده من اللقطه من تحت لفوق. يا ابني انت عامل في نفسك ليه كده؟ نفسك يا جدعان متبهدل قوي. والله العظيم بص يا جدعان، بصوا يا عم انت بهدلتنا. تمام الحلح، انا دخلت واقسم بالله دخلت اللي بتبني فرده وفرده. الحلح ايه ده؟ بص يا جدعان، وحياة ربنا، بص يا جدعان، وحياة ربنا خدت بالشاشة زي ده كده، فيها فتحت فرد وفرد. مهلك على مهلك. بس يا كنت سيبك يا كنت، قصة هيموت يا ابني. انت اللي بتعمل ده كان في كل حاجة، كل فيديو كده. ايه يا عم تصبر، اهدى واحدة ده هيلحق بيها. يا تردو اسود. مالك طيب؟ مالك؟ الاثنين تاني راحوا فين يا مكار؟ طب يا جدعان لحد دلوقتي احنا مش عارفين نفوقه ومش عارفين نفهم منه اي كلمه، فهنقفل الكاميرا عشان ناخد راحتنا نص ساعه او ساعه، وهنفتحها تاني بس وقت ما يكون فايق، لان انا حاليا مش لاقي غير واحد بس والناس التانيه مش موجوده. فهنقفل الكاميرا اول ما نفوقه هنفتحها تاني. طب يا جدعان، وبعد حوالي ساعه الا ربع فوقناه، بقى فايق احسن من الاول. بقى الوقت احنا قعدناه الحق ده بيعيط يا اسطى. بيعيط تعالش، احنا هنساعدك. تعالش ليه؟ طيب احنا جايين نساعدك. معايا يا اسطى مناديل. يا اسطى خد امسح دموعك. طيب هات يا اسطى مناديل. خد يا اسطى امسح دموعك. خد يا اسطى، احنا برضه اجيب لك اكل. ملتو ايه؟ ملتو ليش؟
وعايز اكل. راح هات له ملته ابو صاله، ابو صاله هات له ملته في دقيقه تكون هنا ابو صاله. تمام عايز ملته بس. عايز حاجه ثانيه مع ملته؟ اجيب لك عصير باتيه. هات له شوف عايز ايه. عايز ميه هات له ملته هات له يشرب. بص عواش ابو صاله ميه وملته. اللي احنا عايزين نساعدك مش عايزين ناذيك. انا عايز اشوفك انت عايز ايه. قلت عايز اكل، الاكل هيجي لك. وانت ايه اللي جابك هنا اصلا؟ احنا عايزين نفهم قصتك. اللي جابك هنا اصلا؟ في الناس اللي كانت معاك اصلا بتاع امبارح هنفهم بس الناس اللي كانت معاك فين، وهو اصلا ايه اللي جابه هنا. معلش معلش بيقول ان هم الناس دفنوه هنا ومشوا. هو لا يما عبيط انت بتكلم كده ليه؟ طيب قول كده بتقول ايه. هربوا الاثنين اللي كانوا معاها. بيقول لك دفنوني ومشوا وهربوا. ايوه الاثنين العبيط دفنوني ومشوا. والبت اللي هو البت اللي هو زي بقى البت صح؟ ايوه. طب هربوا يعني دلوقتي هم في الشارع؟ طب ايه اللي حصل معاك طيب بعد كده؟ ايه؟ دلوقتي طب انت شفت انا بس هو عايز يتكلم يا شريف ما تتكلمش. ماشي قول. ركزت عليه؟ قول قول انا سامع. بقول لك مراتي. انت متجوز اصلا؟ ماشي قول. مراتي. مالها مراتك؟ اتجوزت واحد غيرك؟ وخانتني. خانتك؟ يا عيني معلش. امسح له دموعه، امسح له دموعه، امسح له دموعه. كنت ده حتى انا سكتك اللي كنت خوني معاك بيذكروا كده. انت فاهم حاجة يا ابني؟ بيقول لك بيقول لك انا دخلت عليهم لقيته واحد نايم مع مراته. ايه ده يا استاذ؟ وخنقوا من زوره لامه. عمل ايه بني كده؟ معلش على خير. ابو اصاله اهو. جبت له ابو اصاله. جبت له مولته وجبت له مصاصه. ايوه يا راجل. اي خدمه اي خدمه. يلا فوق بقى احنا هنجيب لك اكل اهو هنفوق. بس انا ابو اصاله. اديله ياكل اديله ياكل اكل فوق اكل فوق. إيه. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا يا كوتا احنا جايين نساعدك، احنا مش جايين ناذيك. يلا يا كوتا احنا جايين نساعدك، احنا مش جايين ناذيك. انت بتاكل هوا؟ خد جبت لك مصاصه. دي بالاخر دي بالاخر. لا لا دي هات يا اسطى بس ما تزعلوش. هات يا اسطى. يا جدعان عايزين يا جدعان نعمل اللي هو عايز يعمله. يا جدعان بسم الله. القصه اللي بيقولها اللي هو كان متجوز ومراته خانته وهو دخل خنق اللي هو كانت بتخونه. انسى ادي كده انت انسى خالص انت بقى عم يا جبل. اديله يا شريف ما تحمسوش. ايوه كده اضحك بقى اضحك بقى. عايزينك تضحك. انسى خلاص انت بقى جامد. انت مين اللي معورك كده؟ مراتك؟ بص يا جدعان بص ابو اصلك على الاكل يا جدعان. رغبت انا مصدر بتاعك. خد المزيز بتاعك يا جدعان. ما جايب اطفال تخش معاهم مغامره. طب احنا دلوقتي فين الناس التانيه؟ خد بقى خد عشان ما ناكلش تاني. بس فين الناس التانيه؟ خلاص انا حته وانت حته. بص بص يا جدعان شريف جعان يا جدعان. بص شريف كنت بس بقى يا جدعان وربنا هزعل وربنا ابدا. لا خد بقى خد المصاصه الثانيه بين ده يا اسطى ده غلبان يا اسطى ده عسل يا عم. بقول لك ناخده عندي يا اسطى انا يا اسطى ربي يا اسطى واظبط. اجيب لك ثاني؟ هو كان ده يا اسطى. اجيب لك ثاني؟ طيب يا جدعان زي ما انتم ما شفتوا. طيب يا جدعان بس انا عايز اشير على حاجه كده. احنا جبنا له المصاصه وروقنا عليه واكلناه وهنشربه وهنجيب له لبس غير اللي هو لابسه ده. طب احنا دلوقتي ما اذيناكش صح؟ طب انا عايز اعرف زمايلك راحوا فين؟ مشوا. طب انت تعرف هما مشوا فين؟ عارف مكانهم. تعرف تودينا ليهم؟ اه. تودينا ليهم دلوقتي؟ ماشي. طب انت اسمك ايه؟ ماشي. ايه؟ 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 اي